هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير بحكايات تأخذنا حيث بالخير سندرك حتما كم نحن بخير. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حيث الإنسان في هذه الليلة الرابعة من ليالي شهر رمضان الكريم. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الإنساني المسابقات الذي نقترب كثيرا فيه من واقعنا ونحاول أن نسهم في صنع فارق إنساني تنموي في حياتنا جميعا. من خلال هذه الحلقات المباشرة أيضا مشاهدينا نتشارك معكم تفاصيل قصص كفاح كثيرة من مختلف محافظات البلاد ونقدم الكثير من الجوائز النقدية الفورية للمشاركين معنا في فقرة الاتصال المباشر. أهلا وسهلا بكم. نعم أستطيع، كان هذا الشعار لبطلة قصتنا الليلة على مدى سنوات طويلة من عمرها. ناضلت كثيراً من أجل أن يصبح واقعاً في يوم ما. رغم القيود الكثيرة التي يفرضها المجتمع تجاه النساء من خلال احتكار بعض المهن على الرجال، إلا أن أنيسة بطلة قصتنا الليلة كانت تردد منذ صغرها: نعم أستطيع أن أكون مهندسة. يحملها الشغف لصنع حلم واحد سعت لأجله وقاومت وبدأت من البيت من زاوية صغيرة. فهل صار الحلم اليوم حقيقة؟ دعونا نتابع معا. بهذه الأنامل الصغيرة اقتحمت أنيسة عالم الرجال في مدينة مكتظة بالناس والأحلام والأعمال كتعز.
سعت هذه الفتاة كثيراً لتخلق لنفسها عالماً مختلفاً لتجتاز من خلاله تحدياً صعباً في مجتمع لم يؤمن بعد بقدرات المرأة اليمنية إن أرادت الوصول لشيء ما. ما تقوم به اليوم هو شغف طفولي ظهر جلياً عند اختيارها لتخصصها وممارستها لعمل أحبته منذ الصغر. قبل أن تلتحق أنيسة بالجامعة كانت قد حققت إنجازاتها الصغيرة على مستوى البيت والبناية والحارة. فقد كانت المهندسة المنقذة إن حدث عطل لجهاز ما. البدايات كانت بجوار أبيها الذي رحل وقد وضع في عقلها الأسس الأولى لمهارات الهندسة والصيانة، فقد كان مهندساً شغوفاً بعمله. أعمل في مجال الصيانة. في الأول اكتسبتها مهنة حرفة على الوالد الله يرحمه. عملت في الصيانة لمدة 3 سنوات في المنزل. انطلقت بعد 3 سنوات لعمل في معهد الخنساء. صار لي هنا بمعهد الخنساء عملت 3 سنوات. الصباح عمل في المعهد وبالعصر أشتغل في أي مكان خارج المعهد، لمدارس، لأي مناطق حكومية. لحد الآن مستمر بهذا العمل إن شاء الله. أعمل كمان في الصيانة في المنزل. كنت أنا أول شخص متضرر إنه ما فيش قسم صيانة نساء خاص. يعني كان عندي جهاز قلت 3 سنوات في البيت وفي بخصوصية ما قدرش أجيبه لأي مهندس. تعرف نظام المهندسين ضروري يجلس الجهاز يوم يومين عندك، ممنوع يعني تأخذه بنفس اليوم الشغل المستعجل، لا. فجلس في البيت 3 سنوات. فكنت أني أتمنى أني أشتغل بمجال يكون مميز عن الآخرين. فقلت لمن عندي الهواية وعندي القدرة، كنت أشتغل من قبل ما أدرس. فقلت خلاص، قررت أني أطور نفسي في مجال الصيانة والهندسة. بدأت أشتغل خاص، أشتغل بمعاهد، أشتغل بكل المجالات، تابع فيديوهات، أخذ استشارات من مهندسين كبار، لحد ما إن شاء الله حققت إنجاز عظيم إن شاء الله. وبدأت بعدين أشتغل في النساء خاص. الحين خلاص ما عاد مش محتكر على النساء، أشتغل للنساء، للرجال، لأي قطاع خاص. لم تصل أنيسة إلى المستوى الرابع إلا وهي الأولى في مادة الصيانة، فقامت بتدريسها للطالبات. وبدأت بتكوين ركن صغير في المنزل يساعدها على إصلاح بعض الأجهزة الإلكترونية. هنا وفي هذه الزاوية بنت أنيسة أحلامها، تمكنت من صنع اسم في هذا المجال ولبت نداء الكثير من الفتيات اللاتي يحتجن لامرأة تحتفظ بخصوصيتهن، لم تأخذ منهن سوى قيمة القطعة المستبدلة وعملت دون أجر.
بدأت أولاً في صيانة في المنزل. في أيام الحرب كنت أعمل صيانة في المنزل، فبدأت أدرس في المعاهد الخاصة، أدرس دراسة خاصة بالمبالغ، أدرس الشرح في الساعة، يعني كنت أخذ درس في الساعة بمقابل مادي عشان أخذ المعلومة. طورت مهاراتي في اليوتيوب، أخذت كل المجالات اللي كانت ممكن تؤديني إلى شبع رغباتي في مجال الصيانة أخذته. ليس من السهل الخروج لسوق العمل على المرأة، فما بالنا لو اختارت عملاً يسيطر عليه الرجال؟ فهل يمكن لفتاة أن تركب طاقة شمسية أو تصلح ماطوراً كهربائياً أو حتى تعيد الحياة لجهاز هاتف تعطل؟ في كثير من المشاكل والصعوبات. من الأولى كوني كبنت تشتغل في هذا المجال، بدك تعرف مجتمعنا إنه يحتصر على إن هذا الشغل الرجال فقط، مش للرجال والنساء. والمشكلة الثانية القطع غيار مش متوفرة لك كبنت، يعني لما تجي تشتري قطع غيار أول حاجة يواجهك بمية سؤال، ليش وكيف. طبعاً في قطع غيار مش متوفرة عندنا في تعز بصنعاء، فكانت هذه مشكلة إنه توصلي الحاجة بسهولة. لما بدأت أشتغل لحد الآن ما قد صادفتش إن شخص يقول ما ينفعش إنك تشتغلي بهذا المجال، بالعكس الكل يعني يشجعني، يقول وجودك هنا حلو، بالذات للنساء، يعني الكل كان مؤيد فكرتي في العمل هذا. فمستمر علشان أول حاجة عشان وقفهم من جنبي ودعمهم لي. وكانت بدايتها مع هذه المواجهة من معهد الخنساء الذي تمكنت فيه أنيسة من إعادة معمل الحاسوب للعمل بعد توقفه لفترة بسبب سفر كادره جراء الحرب. وخلال عام واحد أثبتت للعميدة أنها بجدها ومثابرتها تفوقت على زملائها من الرجال. طالبة أنيسة عندي موهبة خارقة في الصيانة، في صيانة الإلكترونيات بشكل عام، سواء كان أجهزة حاسوب، أجهزة لابتوب، جوال، طاقة شمسية، في مولد كهربائي، في أي شيء إلكترونيات في يحتاج صيانة، فهي اخترقت هذا المجال. فبدل ما نحتاج إحنا مهندس خارجي فنلجأ لأنيسة. أنيسة امتلكت المهارة التي يمتلكها الرجال في هذا المجال، بل وفاقتها مهارة، فأصبح لها هذا الصيت وهذه السمعة. وهناك بدأ اسم أنيسة يتردد، واستطاعت أن ترى الثقة في عين من حولها وأصبحت القطع الواصلة إليها تحدياً لذيذاً تصر على خوضه وتذوق حلاوة النصر حين تنتهي من إصلاح الجهاز بأقل تكلفة ممكنة. تعود كل يوم مساء وبيدها العديد من الأجهزة المحمولة لإصلاحها أو لبرمجتها. وحين تعود لا تنسى أخذ مفتاحها الذي وضعت بجانبه مفتاحين آخرين لتذكيرها بحلمها الذي ستصل إليه يوماً ما،
فأحدهما مفتاح محلها الخاص الذي حلمت به، والآخر مفتاح السيارة التي ستمتلكها. طبعاً أنا بدأت 3 سنوات أشتغل بالمعهد بالمجان، يعني عشان الناس بدأوا يأخذوا عليا، يعرفوا إن في بنت تشتغل بهذا المجال. إلى ما بدي لما شافوا الناس قدراتي يعني خبرتي في هذا المجال، خلاص الآن بديت الناس تأخذ عليا، وأصبح الآن يعني بديت ما عاد فيش وقت من كثر الشغل اللي يجيني للبيت للمعهد كذا. أخذت الناس عليا بطريقة كبيرة جداً، وأتمنى الناس إن يكون في عندي مكان خاص عشان يقولي لهم. طبعاً كل واحد بينظر من نظرته خاصة، بس في الأغلبية من الناس يعني وجدت الحل مشكلة فوجودك هنا مناسب. أتمنى أن يكون عندي محل خاص فيني، الناس تعرف مكاني، يجي بدل ما أكون محتكرة على الدوام والعمل في المعهد والعصر في البيت. أتمنى يكون عندي مكان خاص فيني أشتغل فيه، الناس يعرفون متواجدة، تعرف الناس كلنا في محل خاص في صيانة النساء، أكون رائدة لجميع النساء في مجال الصيانة، ونضع بصمتنا في المجتمع في صيانة الأجهزة. ألف مبروك، يسعدنا في برنامج حيث الإنسان أن نحقق حلمك. بهذه الفرحة عانقت أنيسة الحلم، وشعرت أن هناك من فهم ما طمحت له منذ سنين. العديد من المحلات المنافسة، ولكن ما ستقدمه أنيسة هو ما سيجبر الجميع على الثقة بها والنظر إليها بنظرة مختلفة. في هذه المساحة الفارغة ستمتلئ الأركان بدهشة تحقيق حلم لفتاة عابرة في مدينة متعبة. حين تؤمن بقدراتك وتثق في أحلامك، فلا بد لها أن تنجز يوماً ما. وحين تلامس قدماك أرض الحلم الذي بنيته، فأنت بالتأكيد شخص مختلف كأنيسة. هكذا إذن حققت المهندسة أنيسة السلامي حلمها وشغفها. استطاعت بعملها الذي تميزت به أن تقتحم مجالاً كان حكراً على الرجال ربما. وكانت الفتاة التي آمن بها والدها ذات يوم ليست مهندسة فقط تنافس الرجال، بل ربما تتفوق عليهم في محيطها وتعلم البنات الأخريات أيضاً. كان لنا في حيث الإنسان الشرف يا أنيسة في أن ننقل قصتك الملهمة. نتمنى لك من كل طاقم البرنامج النجاح، ولمشروعك الازدهار حتى نراه مشروعا كبيرا بحول الله. إذن مشاهدينا الكرام، بطلة قصة الليلة كانت أنيسة السلامي، والمسابقة الآن ستكون
عن تفاصيل هذه القصة من خلال اتصال مباشر معنا من الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. لدينا اتصال. طيب أبدأ بطرح أول سؤال، والسؤال: ما هو تخصص المهندسة أنيسة؟ لدينا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام، شهر مبارك علينا عليك يا أستاذ سامي. كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك أنت؟ حياك يا أستاذ سامي، ما نسأل عنك. حياك يا حبيبي. من عرفني عن اسمك، من أي محافظة؟ أنا جهاد عبيد من محافظة أد. اسمك؟ جهاد عبيد. جهاد عبيد من إب. أهلا يا جهاد. أهلا يا جهاد. طيب ما هو تخصص أنيسة؟ حياك. صيانة إلكترونيات. متأكد؟ يعني هكا صيانة إلكترونيات، على ما شفتوا الحلقة إلكترونيات هندسية، ودرست معهد الخزائن يعني تلفونات. تخصصها الأساسي في مجال؟ والله ما مجال الصيانة، أنا أقصد يعني أنا ما على ما شفتوا. طيب يعني إلكترونيات، حاسوب، نفس المجال. أيوة إلكترونيات هندسية، هندسة يعني. إذا مبروك لك يا جهاد، مبروك لك 50,000 ريال. جهاد من إب، مبروك، كانت إجابة صحيحة. الله يسعدك يا أستاذ سامي، شهرك مبارك، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، تحياتي لك ولكل مشاهدينا في إب. شكرا لك. اتصال آخر والسؤال على الشاشة: ما اسم المحل الذي تم تجهيزه لأنيسة؟ ألو؟ ألو؟ ألو، شهر مبارك. علينا عرفين إن شاء الله. عرفينا عن اسمك أختي. ألو. أنت معنا على الهواء، اسمك الكريم. اسمي دعاء. دعاء من؟ دعاء محمد. دعاء محمد، من أي محافظة يا دعاء؟ محافظة حضرموت. من محافظة حضرموت. دعاء تابعت القصة؟ أيوة تابعتها. إيش رأيك في قصة أنيسة؟ قصة كفاح جميلة، وكل بنت تشتي تكون مثلها، وفي بنات كثير يعني عندهم ذكاء أكثر من الرجال. آه الله الله. طيب أنت يا دعاء لك طموح في مجال معين يعني زي أنيسة، أو مكتفية بالحياة اللي أنت فيها الآن؟ يعني عندك رغبة في تحدي الرجال؟ لا أنا يعني ما عنديش موهبة مثلها. طيب طيب دعاء، سؤال: ما اسم المحل الذي تم تجهيزه لأنيسة؟ ايش سمت المحل؟ السلام. هي سمته على اسم أسرتها أنيسة. ايوه اللقب الإسلامي أو السلامي. يا سلام عليك، 50,000 ريال مبروك لك يا دعاء من حضرموت، تستاهلي، وإن شاء الله بنتواصل معك ونرسل لك المبلغ إلى عندك في حضرموت. شكرا لك يا دعاء. طيب السؤال الثالث، وهو أيضا من تفاصيل القصة: ما المادة التي درستها أنيسة في معهد الخنساء؟ أو درستها عفوا. أنيسة هي طبعا كما شاهدنا في الفيلم في الصباح تذهب إلى المعهد تدرس هناك، فما هي المدرسة المادة التي تدرسها أنيسة؟ يعني لو واحد غلط بعض الأحيان عذره يكون لسه فطر وتعشى. ألو؟ ألو؟ طيب أذكر فقط ملحوظة إلى حين. ألو؟ ألو؟ ألو، شهر مبارك. ألو، على الجميع يا غالي. عرفنا عن اسمك يا حبيب. محمد أحمد فارع من ذمار. محمد أحمد فارع من ذمار. أيوة فارع. كيف رمضان معك يا محمد؟ الحمد لله. كيف رمضان معك منذ؟ والله تمام الحمد لله، بوجودكم رمضاننا تمام. فوق رأيك. طيب أنا شي أسألك شي يا محمد أولا. فضل. الآن في كثير ناس يقولوا أنتم كيف بتتصلوا، كيف بتوصلوا لعندنا، كيف جربت أنت، كيف حظك؟ والله يعني أكثر من 100 اتصال، يعني اتصل يعني أكثر من مرة وما أشبك الخط الله بعد إيش يعني. ولا أمسك معك؟
مسك يعني الفرق. بنحاول والباقي على الله يعني. لا وصل ماشي كده، احنا عندنا واجبنا الان. انت وصلت، انت الان ضامن انك تفوز صح؟ والله يعني اللي شيء رزق يا جماعة ماشي. لا لا ان شاء الله، مع حيث الانسان ما فيش احد خسران. تابعت القصه، ايش رايك بقصه انيسه؟ والله يعني قصه يعني تستحق ان واحد يعني من البنات اليمنيه ان يكتزم بها، يعني يحاول ان يعني يكون بنفس الخطى حقها. في ناس يعني في بنات عندنا من اليمن يخجلن يعني يكون بنفس الاختصاص، لانك عارف التقاليد في اليمن والرباطه في اليمن ما يستحمل يكون البنات بنفس بس يعني المجال والتخصص. بس ما شاء الله عليها. بس احنا الرجال في اليمن بنحبط النسوان صح؟ ما بندي لهاش فرصه. اكيد مكفلين عادي شوية صح؟ عندنا الانتقاد والتنمر هذه حاجه طبيعيه. ان شاء الله ان شاء الله مع الوقت ان شاء الله. طيب المادة التي تدرسها أنيسة في المعهد، ما اسم المادة؟ هذه تدرسها هي ولا كيف؟ في المعهد ايوه. نظم معلومات او لا تقنية معلومات؟ لا مش نظم معلومات، لا يعني لما واحد بيعطى الجهاز بنعمل له ايش؟ كيف؟ لما بيعطل عليك جهاز تودي الواحد يعمل له ايش؟ صيانة اكيد. ايش؟ صيانة. يا سلام عليك، 50,000 مبروك. الله يبارك فيك. فزت. مبروك لك. يلا. مبروك لك، تستاهل. طيب اتصال آخر. ألو. السؤال طبعاً ظاهر على الشاشة الآن إلى حين نستقبل الاتصال، والسؤال: أنيسة كانت إلى جانب المفتاح الطبيعي اللي معاها المفتاح البيت، كانت تحمل مفتاحين. هؤلاء المفتاحين لهم علاقة بحلم لدى أنيسة، ما هو هذا الحلم؟ هذا السؤال. لدينا اتصال. ألو. طيب أريد أن أذكر فقط بنقطة فيما يخص رسائل الواتساب. البعض يعني البعض يرسل مساء الخير، كل عام أنتم بخير على الواتساب. لا يا صديقي، أرسل رقم الإجابة فقط، هو نظام آلي. لا يعني ما فيش حد، يعني مش هو الواتساب تبعي مثلا ولا تبع المخرج ولا تبع واحد من المعدين حتى نتمكن ان نرد عليك. نظام آلي لاستقبال الرسائل فقط، ارسلوا رقم الاجابه لطفا وتكرما يعني نرجوكم. لدينا اتصال. الو. والناس بدوا يجاوبوا. السلام عليكم. وعليكم السلام، شهر مبارك. كل عام بخير. وانت بخير. يعطيك رب يعطيك الصحه والعافيه. عرفنا عن نفسك يا صديقي. صدام حسين احمد. صدام حسين احمد ناصر. صدام حسين احمد ناصر، من اي محافظه يا صدام؟ محافظه لحج ردفان. من لحج، من ردفان. اهلا بك وباهل ردفان ولحج. تابعت الفيلم يا صدام؟ محافظه لحج. ايوه. طيب ايش رايك تسمع لي من التليفون، توطي صوت التلفزيون عشان الصدى والتاخير في الصوت؟ ايوه. او اخرج من الغرفه اللي عندك. صدام. يا صدام. الو، الكهرباء مقطوع. الكهرباء اصلا. هل الكهرباء مقطوع؟ طيب. يعني تلمح لي ايش؟ انك ما شفتش الفيلم ولا ايش؟ شفت الفيلم؟ يا مولا. شفت الفيلم يا صدام؟ الفيلم تابعنا لاني الان شقنا الموتور بعد قليل يعني ما فيش انتهى. طيب تمام خلاص. طيب انا بسالك سؤال. السؤال: كان أنيسة معها مفتاحين، هؤلاء هذين المفتاحين لهم علاقه بحلم لدى أنيسة، ايش المفتاحين؟ مفتاح لايش؟ في ايوه يا صدام. تمام يا صدام. صدام وين رحت يا صدام؟ الو صدام. لا اخر محاولة بس. صدام يا صدام. نعم. وين راح صدام؟ للاسف يعني. صدام على العموم حاول التواصل معنا مرة ثانية. صدام اخر مرة. صدام راح. طيب اتصال اخر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، شهر مبارك.
بالعافية إن شاء الله على الجميع. عرفنا عن نفسك. محمد ناصر الصبري. محمد ناصر من أي محافظة محمد؟ صنعاء. من صنعاء. تابعت الفيلم؟ إيه. طيب الإجابة يا محمد؟ أي سؤال؟ كانت أنيسة معها مفتاحين، وهذان المفتاحين هم مفاتيح لأشياء تريد أن تحققهم في المستقبل. مفاتيح إيش؟ مفتاح البيت والآخر مفتاح السيارة. مفتاح سيارة صح؟ المفتاح الثاني المفتاح إيش؟ مفتاح المحل. المحل اللي كانت تحلم فيه. طيب شكرا لك، شكرا لك، مبروك لك 50,000 ريال محمد من صنعاء، شكرا لك، شكرا لك. طبعا انا يعجبني الناس اللي الان على البث المباشر بيجاوبوا الاسئله قبل ما نطرحها على المتسابقين اول ما يشوفوها على الشاشه، واشكرهم هم كلهم متفاعلين. واحد بيقول ليش ما بتردش الا على الناس اللي بينتقدوا، انا ارد عليكم جميعا وبنقرا رسائلكم الان معكم وبنتفاعل معكم على الهواء مباشره، وانا اشكركم لكم تساعدوا الناس. طيب يعني في اتصال او نجري السحب، نريد ايش رايكم شباب نختار اول فائز معنا؟ طيب على المشاهدين الكرام سنقوم باختيار اول فائز عن سؤال حلقه الامس، كان لدينا سؤال في حلقه الامس وكان السؤال في اي عام تاسست مدرسه الثوره في مأرب في الهامليه في مأرب، وكانت الاختيارات الثلاثه 1986 2990 الاختيار الثالث 1962، وكانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار رقم 1 هي الاختيار الصحيح. الآن ستظهر معكم شاشة الأيباد الذي نجري به السحب، وهناك معلومة ربما مزعجة يعني أريد أن أقولها لكم الآن. وصل على إجابة سؤال أمس 34,374 رسالة SMS عبر الواتساب، يعني وصلتنا 34,374 رسالة. تخيلوا أنه اللي جاوب إجابة صحيحة فقط 3128 اللي هو الاختيار الأول عام 1986، فقط اللي جاوب صح 3128، و 31,246 شخص جاوبوا إجابة خطأ، اختاروا ما 1990 أو 1962. يلا حصل خير إن شاء الله، تركزوا في سؤال حلقة اليوم ونختار. هذا مشكلة، والمشكلة الثانية اللي بيرسلنا مساء الخير شهر مبارك كيف الحال، هذه السيستم ما بيرد عليها، أنت كذا بتخسر. طيب الآن سنجري السحب ونختار أول فائز معنا، وقيمة جائزته 50,000 ريال يمني، وهو جاوب على سؤال أمس بشكل صحيح. بسم الله. مبروك لصاحب الرقم 00967771488872، مبروك لصاحب الرقم 50,000 ريال. إذا مبروك لصاحب الرقم 77148872، مبروك لك أول 50,000 عن سؤال حلقة الأمس، ولاحقا سنجري السحب ونختار فائزين اثنين. اتصال. ألو ألو ألو. شهر مبارك علينا وعليكم يا رب. عرفينا عن نفسك. أسماء. أسماء من؟ أسماء سعيد. أسماء سعيد من أي محافظة يا أسماء؟ محافظة عدن. من عدن. أنت الآن تتابعينا وجنبك الأهل، أنا أسمع صوتهم الآن. أيوة أيوة. سلام يا جماعة. تابعتي قصة أيوة. أنيسة؟ أيوة أيوة. إيش رأيك بالقصة؟ تشوغة. ها؟ أيوة يا أسماء. ايوه ايش رايك بالقصه؟ بصراحه قصه مشوقه. طيب السؤال وظاهر السؤال الان معك على الشاشه، أنيسة تقوم باصلاح التلفونات والحواسيب الكمبيوتر يعني، لكن ايضا هي ايضا تستطيع ان تصلح شيء اخر هو متعلق بالكهرباء وربما شيء صعب، ايش هذا الشيء؟ الطاقه الشمسيه. متاكده؟ أيوة. مبروك 50,000 ريال. مبروك يا أسماء. الله يبارك فيكم. طيب ليش زعلانة؟
الله يبارك فيكم يا رب. يلا مبروك، مبروك لك أسماء من عدن، مبروك لك 50,000 ريال، وأيضا هي تصلح على ما أعتقد الشباب يصلحوا لي. أنيسة بتقدر تصلح مواطير صح؟ أيوة، أيضا المواطير والطاقة الشمسية، وهذه هي شيء صعب. طيب اتصال آخر، اتصال آخر، والسؤال يظهر على الشاشة أيضا. من هو المعلم الأول الذي تعلمت منه أنيسة أصول ومهارة الصيانة؟ ألو؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شهر مبارك. الحمد لله تمام. عرفينا عن نفسك. ألو، اسمعيني من التليفون. أيوة نسمعك من التليفون. طيب عرفينا عن نفسك، من؟ هن سلامة الحداد من حضرموت. من حضر، اسم هند سليمان من حضرموت. أيوة. من فين في حضرموت يا هند؟ من المكلا. من المكلا. من 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 علم أنيسة أصول ومهارة الصيانة؟ والدها. متأكدة؟ أيوة إن شاء الله. مبروك لك 50,000 ريال، إجابة صحيحة. مشكور. يلا مبروك. طيب مبروك، الآن نجري السحب ونختار الفائز الثاني أو نذهب للاتصال يا شباب؟ السحب. طيب الآن نختار الفائز الثاني، وأيضا قيمة الجائزة 50,000 ريال يمني. وأذكركم بالمعلومة الحزينة، 34,000 رسالة و374 وصلت للبرنامج، فقط اللي جاوبوا صح 3128. نختار واحد أيضا من هؤلاء 3128، ومبروك لك يا صديقي 50,000 ريال مقدما، مبروك. إذا مبروك لصاحب الرقم 00967711143118، مبروك 50,000 ريال لصاحب الرقم 77114318، مبروك لصاحب الرقم 50,000 ريال. اتصال آخر. ألو. ألو. ألو، شهر مبارك كل عام وأنت بخير. علينا عليك. السؤال موجود على الشاشة، أين كانت تشتغل أنيسة في أعمال الصيانة سابقا قبل أن يكون معها محلها الخاص؟ عرفني عن اسمك أولا. الاسم ماجد، ماجد أحمد ناجي علي. ماجد أحمد ناجي علي. نعم من تعز. من تعز، الحمد لله. إذا أنا أسمع يعني ما عنديش مشاكل بالسمع، صوتك واضح يا ماجد، وإن شاء الله تجاوب. وين كانت أنيسة تشتغل بأعمال الصيانة والتصليح قبل أن يكون معها محلها الخاص؟ فين كانت تشتغل؟ في أي مكان؟ في المنزل. أيوة أنا عارف في المنزل، في فين؟ المنزل. فين فين في المنزل، في أي مكان في المنزل تحديدا؟ ها ماجد؟ في المنزل، في المنزل. شوف محمود مرغني قد جاوب الآن على بالبث المباشر على الفيسبوك، وسماح علي كان معه زاوية خاصة في المنزل. فتحت شكلك فتحت الفيسبوك صح؟ أيوة فوق الدرج تحديدا. مبروك لك يا ماجد، تستاهل 50,000 ريال، مبروك. ألف شكر، الله يفتح عليك. تسلم، شكرا لك. شكرا والله. لماجد، إذا مبروك 50,000 ريال لماجد. اتصال آخر. طيب الآن نجري السحب ونختار الفائز الثالث، وقيمة الجائزة 50,000 ريال عن سؤال أمس، وكان السؤال في أي عام افتتحت مدرسة الثورة في المأهلية في مأرب؟ كانت الاختيارات، الاختيار الأول 1986 هي الإجابة الصحيحة، الاختيار الثاني عام 1990، والاختيار الثالث 1962. هنختار الفائز الثالث، بسم الله. ومبروك لصاحب الرقم 714134960، مبروك لصاحب الرقم 714134960. إذا مبروك لصاحب الرقم 50,000 ريال يمني أيضا، وهو الفائز الثالث معنا عن سؤال حلقة أمس. طيب اتصال. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام، شهر مبارك وعام بخير. الجميع إن شاء الله. أنا السلام عليك. عرفني عن نفسك. مجاهد حميد الشماع. هشام. مجاهد حميد الشماع.
هشام مجاهد حميد الشماع. من فين يا هشام؟ لا ما في هشام، لا رامي جاهز. مجاهد مجاهد حميد الشماع مجاهد. هذا ان شاء الله لما يكون معك ولد سميه هشام. تمام، احاول ان شاء الله. طيب يا اخي اعذرونا اذا احنا يعني ما بسمعش واضح. مجاهد حميد الشماع، من اي محافظه يا مجاهد؟ من ذمار. من ذمار. من ذمار. طيب مجاهد، تابعت الفيلم؟ تابعنا ايوه، ولو كان فيديو شويه بس. طيب هي ونحن انتهت الاسئله اللي معانا، لكن انا ساطرح لك سؤال من الفيلم. السؤال: أنيسة كانت ترفع شعار في حياتها وما زالت ترفع هذا الشعار، ايش الشعار اللي ترفعه أنيسة في حياتها وهو عنوان الحلقه؟ يلا اجاب سؤال سهل. ما هو الشعار؟ هي عندها شعار في حياتها تقول لك نعم. نعم ايش هي كلمتين شعارها؟ نعم الصيانه. نعم الصيانه. ها لحظه يا اسامه عشان اسمع. نعم نعم الصيانه. لا مش نعم الصيانه. انا مثلا الان تجي تسالني تقول لي يا سامي انت تقدر تعمل شيء؟ نعم. اقول لك نعم. نعم للحياه. نعم لا. للحياه. لا اقول لك نعم قادر. نعم نعم للحياه. لا انت تابع البث المباشر على الفيسبوك، قد الناس بيجاوبوا الان. نعم نعم للجد للعمل. نعم للعمل. طيب عشان ما اظلموش بس خلاص بغير لك السؤال، ايش اسم البطلة بطلة القصة؟ بطلة القصة أنيسة. ولقبها؟ لقبها ايوه أنيسة. من؟ خلاص مبروك أنيسة. من يا ولد؟ يلا مبروك لك 50,000. مبروك. أهلاً. خلاص مبروك مبروك، انا ما اشكش اخسر. مبروك لك، مبروك لك يا مجاهد من ذمار. مبروك لك 50,000 ريال يمني. حاولت اسال انيسه. ايوه انيسه السلام. انيسه السلام يا اسمع. ايوه خلاص بمجهودك فزت اذا. تمام مبروك لك يا مجاهد 50,000 ريال. مبروك لك. طيب اخر اتصال. طيب الو. الو انا مش عارف يا عيسى من فين اجيب الجائزه هذه. يلا. الو الو شهر مبارك. ايوه ايوه علينا وعليك شهر مبارك يا استاذ سامي. علينا وعليك يا حبيب. يا اخي انا احب المتحمسين. عرفنا عن اسمك. حياك عنتر العبادي من مارب. حمدي عنتر. عنتر العبادي محافظة مارب. اهلا يا عنتر. عنتر العباسي من محافظة مارب. طيب ايوه عبادي. ايوه طيب أنا بسألك سؤال. السؤال: أنيسة قبل أن يكون معها شغلها الخاص قالت حتى أستطيع أن أقنع الرجال والزبائن بشغلي اضطريت فترة أشتغل مجانا بلاش. كم عدد السنوات اللي اشتغلت فيها أنيسة مجانا بلاش؟ كم سنوات؟ عملت 3 سنوات. يا سلام عليك، تستاهل والله والله تستاهل الجائزة 50,000 ريال. مبروك لك. يلا شكرا يا أستاذ سامي. مبروك لك، يخصمها من عند عيسى وأسامة. تمام. يلا مبروك لك 50,000 ريال. تقريبا اليوم للحد الآن يا شباب فازوا 9 معنا من 50,000. 9 450,000 و3 عبر الاس ام اس 150,000. تمام وانتهى الوقت ولا كنا بنتيح المجال أكثر؟ الناس كلهم اللي بيسألوا بيقول لك ليش الخطوط بنتصل لكم خطوط مشغولة، هم معنا خطين أرضيين بيكون معنا متصل على الهواء وبالتأكيد بنشغل الخط، لكن إن شاء الله الأيام القادمة يكون معنا خطوط أخرى أكثر وأكثر حتى نضمن مشاركتكم معنا في برنامج حيث الإنسان. الآن وصلنا إلى لحظة سؤال الواتساب، لكن بعد هذا الفاصل القصير ولا قبل نذكر السؤال. طيب السؤال مباشرة، هذا السؤال الواتساب عليكم الإجابة عليه من وقت انتهاء الحلقة وحتى الغد، وقيمة جوائزه 3 جوائز، قيمة كل جائزة 150,000 ريال. والسؤال: ما اسم المعهد الذي تعمل فيه أنيسة؟ هل النجباء أم الخنساء أم السلامي؟ ما اسم المعهد الذي تعمل فيه أنيسة؟ النجباء، الخنساء، السلامي؟ فقط ارسلوا رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة، 1 أو 2 أو 3، فقط ارسلوا رقم الإجابة.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. الآن في البث المباشر الأخ أكرم الخطيب يقول أين حق الرقم ما طلع وأنا اخترت رقم واحد أمس، يقصد على سؤال الواتساب. رقمك يا أكرم هو بين 3128 رقم دخل معنا في السحب والقرعة، واخترنا من 3128 ثلاثة فائزين، قيمة كل جائزة 50,000. اليوم أرسل رقم الإجابة الصحيحة على سؤال الواتساب، والسؤال: ما اسم المعهد الذي تعمل فيه أنيسة؟ هل النجباء أم الخنساء أم السلامي؟ السلامي اسم لقب أسرة أنيسة، يعني أوت. نلقاكم غدا وحلقة جديدة من حيث الإنسان، تابعونا دائما على شاشة بلقيس، كونوا بخير. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير، بحكاية تأخذنا حيث هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.